بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الخلق وأنفاسهم، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الكواكب ومنازلها، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد السماء وما ينزل منها، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد السماء وما يعرج فيها، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الأرض وما يخرج منها، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الارض وما يلج فيها اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الارض وما ينبت عليها اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الارض وما يدب عليها اللهم صل على سيدنا محمد بعدد البر وما يعيش فيه اللهم صل على سيدنا محمد بعدد السماء وما تظله اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الارض وما تقله، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد البحار وما يحيط بها، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الشهور وايامها، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه من خلقك، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما حفظه علمك. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما وسعته رحمتك اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما احاطت به قدرتك اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما يستوجبه من جميع خلقك اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما مضى من خلقك اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من سعد من خلقك اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من شقي من خلقك، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد مخلوقاتك، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد معلوماتك، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد زنة عرشك، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد رضاء نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كلماتك، اللهم صل على سيدنا محمد بعدد نعمتك على خلقك، اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا، اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى، اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون، اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم في العالمين. ربنا انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد السابق على الخلق نوره. اللهم صل على سيدنا محمد الرحمه للعالمين ظهوره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تقضي لنا بها جميع الحاجات اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تظهرنا بها من جميع السيئات اللهم صل على سيدنا محمد صلاه ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وجزه عنا خيرا وجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل وسلم على جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى ملائكتك اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد فلك الحمد على مكارمك التي لا تحصى في الليل اذا ادبر والصبح اذا اسفر وفي البر والبحار والغدو والاصال والعشي والابكار والظهيره والاسحار وفي كل جزء من اجزاء الليل والنهار. اللهم بتوفيقك قد احضرتني النجاه وجعلتني منك في ولايه العصمه فلم ابرح في سبوح نعمائك وتتابع الائك محروسا في الرد والامتناع ومحفوظا لك في المنعه والدفاع عني ولم تكلفني فوق طاقتي ولم ترض عني الا طاعتي فانك انت الله الذي لا اله الا انت لم تغب ولن تغيب عنك غائبه ولا تخفى عليك خافيه ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضاله انما امرك اذا ارد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد بحق هذه الصلوات اسالك ان تغفر لنا سيئاتنا وخطيئاتنا وان تجيب دعواتنا وان تتوب علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد اسالك بحق هذه الصلوات على نبيك وحبيبك ورسولك ان تقضي لي حوائجي في الدنيا والاخره وان تكفيني مهماتي ومهمات جميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اهل بيته منا التحيه والسلام اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد سيد الكرام البرره حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم